قبل الثامنة من صباح اليوم كان الاستقبال بشكل عادي داخل الثانوية الإعدادية الحسنوي الدار بمقاطعة عين الشق. تلامذة المؤسسة ولجوا إلى الساحة قصد الالتحاق بفصول الدرس، إلا أنه في ظرف دقائق معدودة ستفتح الأبواب من جديد قصد مغادرة تلاميذ المؤسسة بداعي الإضراب. جيت مع 8 قال لنا دخلوا، قال لنا بعد ربع ساعة قال لنا ما كانش قراية وخرجنا. زيد قال لنا سيروا ومشينا، زيد سبحان الله جالسين صافو حنا مشينا صافو، قال لنا سيروا كاين إضراب. أبواب موصدة وفصول درس فارغة في صورة تعكس شلل السير العادي بالعديد من المؤسسات التعليمية العمومية التي زرناها هذا الصباح في مقاطعة عين الشوق والحي المحمدي والبرنوسي ومرسي سلطان الفيدة. داخل هذه المؤسسات استعصى علينا التواصل مع الأطر الإدارية والتربوية، في حين ظل السؤال معلقا بالنسبة للتلاميذ. جايين معولين باش نقراو، الساعة القراية ما كايناش، وقال لك كاين إضراب علاش ما عرفتش، هادشي اللي كاين. حنا الصباح ما لقينا حتى شي واحد، جينا دابا خرجنا مع 8 قال لك راه ما كاين حتى شي واحد، واش غدير هذا المكان؟ وحجرات الدرس في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي حافظت على نشاطها التربوي دون توقف وبشكل عادي. بالنسبه للاضراب ديال اليوم كما هو معلوم ان التعليم الخصوصي ما عندناش شي نقابه اللي كنتميو ليها، وبالتالي في السير العادي ديال الدراسه اليوم سانفين الدراسه بشكل عادي. في ظرف ساعة بعد الثامنة أغلب واجهات المؤسسات التعليمية بدت فارغة في إضراب وطني عام دعت له المركزيات النقابية الثلاث، والذي سيستمر لمدة 24 ساعة.